منين هاي التفاحه؟ هاي تفاحتي. ليش الماما ما حطت لك تفاحه بالشنطه؟ ليش انت ما اكلتها؟ لا ما اكلتها. ليش ما اكلتها؟ هيك انا حر اخي، وقت اللي كنت بالمدرسه ما كنت جوعان، هلا جعت اجى على بالي اكلها. انت اخو مرائي؟ ليش عم تتخانقوا شباب؟ ما في شيء جاتنا، ما عم نتقاتل. صوتكم واصله لعندي، شو القصه سلي؟ طارق خيرا مني لانه اكل تفاحته بالمدرسه، اما انا اكلتها هلا قدامه، هو ما معه تفاحه ياكلها. تفاحه؟ ليش انتم مو صايمين؟ شو المناسبه؟ رمضان لسه مطول. هلا يعني انت واخوك اليوم اكلتوا تفاحاتكم؟ هو اكلها بالمدرسه، اما انا عم باكلها على الدرج. سليم تعال اقول لك حبيبي، تعال. يا ترى الماما والبابا قبل ما يروحوا على الشغل فطروا؟ ليش عم تسألي انت شو دخلك؟ اذا فطروا ولا ما فطروا بدك تفطري معهم؟ لا حبيبي ما بدي افطر معهم، انا عندي فطور بس بدي اطمن عليهم اذا كانوا بياكلوا قبل ما يروحوا على الشغل ولا لا، لانه امبارح انا سمعت الدكتور بالتلفزيون عم يقول انه الواحد لازم يفطر بكير ضروري مشان ما تصير معه قرعة، مشان هيك عم بسألك، مشان إذا ما عم يفطروا مشان نبونا، لأنه القرحة مرض صعب كتير، اللي يعني فطروا اليوم ولا لا؟ ما بعرف، بجوز فطروا بجوز لا. لطيف شو قاريح، أنت طارق تعال، اللي أنت ما بتعرف كمان؟ أنا وأخي منروح على المدرسة قبلهم، بقى ما بنعرف إذا بيفطروا بعد ما نطلع ولا لا؟ ها إيوه فهمت، قلوا لي يا أبطال انتو مالكم مبسوطين بالعيشة هون بالحارة؟ حدا عم يزعجكم شي؟ ما حدا عم يزعجنا، بس ما حدا بيلعب بالطابة بالشارع. احسن، لانه اللعب بالطابة بالشارع خطر كتير. ما بتعرف، بجوزوا انتو عم تلعبوا بالطابة تكسروا لكم شي برور، او تمر شي سيارة مسرعة تفعشي واحد منكم بالحارة. هيك احسن، حارتنا كتير كويسة وما في مثلها. وإذا أهلكم حبوا ينتقلوا من الحارة لا تخلوهم، قلوا لهم نحن حابين الحارة كتير وما بدنا ننتقل. شو؟ جاتنا محمود، تعال لي تعال. شو حبيبي سليم؟ أنت شو مصلحتك بالموضوع؟ أنا موضوع؟ موضوع بقاؤنا في الحارة أو انتقالنا منها؟ سليم أنا ما لي مصلحة سوى أنني أحببتكم جدا جدا وحبيت جيرتكم، أنا ما بيهون علي إني أنا فارقكم، أنتوا ما بتحبوني ليش؟ بيهون عليكم تتركوني وتنتقلوا من الحارة؟ أنا مو فارقة معي، وين ما رحنا منلاقي جيرة. وأنت طارق؟ أنا ما بيطلع بإيدي شي، إذا بابا وماما قرروا إنه بدنا ينتقلوا، بدنا ننتقل، تعا سليم تعا. الظاهر إقناع الأولاد ما رح يعطي نتيجة، لازم أقنع الأب. طارق انت سمعان شي من الماما او من البابا قصد انه بدنا ننتقل؟ لا، ليش انت سمعان شي؟ لا عجيبة، منين اخترعت هالام محمود قصد انه بدنا ننتقل؟ ما بعرف، بس تجي ماما اسألها. شايف لك هالام محمود مصيفة بنوب، حدا بيصوم قبل ما يجي رمضان؟ ما بتعرف، بجوز يكون في صوم تاني. ليش بيصير يكون رمضانين بالسنة؟ ما بعرف، بس تجي ماما اسألها. شو هالام محمود هاي؟ بيقولوا عنا بيت الحمصي. خير ان شاء الله، بلاقي جاي مشي. شو وين سيارة السياحة؟ اهلين هنا اهلين. شو مالك بالعادة جاي من الشغل على بكير؟ شو القصة؟ مديرنا راح بكير قمنا فرقنا. ها ايوه، مشان هيك ما وصلتك سيارة السياحة؟ وشو عرفك انه سيارة السياحة ما وصلتني؟ انا بالصدفة انا كنت على البلكون عم اتشمس قمت شفتك جاية مشي. لا هي وصلتني بس لعند الصيدلية وراحت. خير في حدا مريض؟ ليش الصيدلية؟ لا عم محمود ما في حدا مريض، بس رحت دفعت الدواء اللي عليكي. شفتي هالصيدلي شو طلع قليل اصل؟ خير ام محمود شو عمل؟ ما رضي يبيعني دواء تاني بدال اللي خلص. أبي جوز ما بقي عنده. لا هو هيك قال، أنا ما صدقته، ما بده يبيعني. وليش ما بده يبيعك؟ في تار بينك وبينه لا سمح الله. لا أنا؟ منين التار بيناتنا؟ بس هو يخاف يكتر عليكم الحساب، تقوموا تطولوا عليه بالدفع. لا لا يا أم محمود ماله حق ابنه، هلأ بدي خلي جميل ينزل يبهدله. لك لا يبهدله ولا شيء، أنا فتحت لكم حساب بالصيدلية الثانية. أنو صيدلية؟ الصيدلية اللي بآخر الشارع. وشو المناسبة؟
رحت أخذت من عنده مراهم لإيدي، لقيت كتير عرف، قلت لحالي قبل ما ينفقوا لحقي حالك بكم وحدة. قمت أخذت ثلاثة، بكفوا ثلاثة ما هي؟ شوفي إيدي بلشوا يطيبوا، ها ما هي؟ يا الله يشفي لك إياهم. أنا هنا بدي خبرك خبر، بس وعديني ما تنحري. إيه؟ خير أم محمود شوفي يحكي. توعديني ما تعيطي عليهم للأولاد؟ أم محمود احكي، الأولاد عاملين شو عملة؟ لا بس بس شو أم محمود سيبتي اركبي؟ فطروا فطروا؟ ما فهمت عليكي؟ هلا أنتوا صايمين ولا لا؟ لنفرض صايمين. لا بدك تقليلي، صايمين ولا لا؟ صايمين. لحالكم ولا مع الأولاد؟ أم محمود نحن والأولاد. معناتها لازم تعرفي طارق وسليم فطروا. وأنت شو عرفت؟ شفتوا، لأنه لسليم عم يهرش تفاحة. هلا هذا الموضوع اللي صار لك ساعة عم تقولي لي لا تنحرم من شانه؟ ما بعرف، بالي رح تتضايقي. الأولاد صاموا والله فطروا هن حرين، المهم أنا وجميل صايمين، ويا ريت أنت كمان تصومي معنا. الله يتقبل. ما زالهم صايمين، شو بدي فوت ساوي عندهم؟ لفوت سخن هاليبرقات واشفط لي معهم شوية لبن. شكرا. اهلين جميل، اهلين حبيبي. يلا قوام روح غير ثيابك، الغدا صار جاهز. يلا شبك جميل واقف محلك؟ ما تفوت تغير ثيابك؟ يلا حبيبي قوام، ما بدك تتغدى يعني؟ جميل بدك تتغدى ولا لا؟ بدي اتغدى. عجل لك شوي لأن الأولاد جوعانين. شغلة بتجنن. بكير هلكتني بالتليفونات وهي عم تسأل عني، هلا وقت شافتني ما سألتني وين كنت. لك شو هالمرة هي؟ مو مرة واحدة اتصلت فيي، اتصلت فيي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. إيه خمسة؟ خمس مرات؟ هي أكيد مأجلة الخناقة لبعد الغداء مشان الأولاد يتغدوا. معها حق، لأنه إذا تخانقنا هلأ لا نحن رح نتغدى ولا الأولاد. لا لا زعت هنيك بتجي. لا طارق سليم تعالوا تغدوا حبيبات. يلا يلا ماما غسلوا ايديك. مرحبا. اهلين يا مرضي. لا بدي بوسك مثل ما باسك الدبور. يا حلوه. صب لك رز. صبي لي رز. يلا قولي قدراني تصبر لبعد الغداء؟ يا لا على الأعصاب، هدوء فظيع كأنه مو صاير شي بنوب، بس أكيد هذا هو الهدوء اللي بيسبق العاصفة. الله يجيبنا. تفضل جميل. بعدين رح يوصل وسيم والحريقة لسه ما هبيت. شبك امي؟ دايمة صحتين وهنا. روح غسل ايديك. دايمة وانت كمان صحتين، غسلوا ايديكم منيحة. ايه جميل ما قلت لي وين كنت اليوم؟ الحمد لله اخيرا فرجت فرجت فرجت. ما سمعت شو قلتي؟ قلت لك وين كنت اليوم؟ وين بيكون يعني؟ كنت بالمكتب. اتصلت فيك وما لقيتك. السكرتيرة قالت لي، هي حطت السماعة من هون وأنا كنت. روحوا بابا، روحوا على أوضتكم، في شيء بده يصير ما لازم تشوفوه، حريقة بده يصير. لك تحرك. هي سكرت السماعة من هون وأنا فت على المكتب. ما لي نصيب أحكي معك، ليه ما اتصلتي مرة تانية؟ اتصلت مرة تانية وثالثة ورابعة وخامسة وما لقيتك. وين كنت؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب. وليش ما رديت؟ تليفوني مباشر خربان. مو صحيح، السكرتيرة حكت معي منه. شو قصتك هلا؟ شو قصتك؟ وين بدي يكون يعني؟ بالمكتب يعني بالمكتب، وين بدي يكون؟ مو شرط تكون بالمكتب نفسه، يعني كنت بالمديرية. كان عندي اجتماع أخذ الدوام من أولته
لآخرته. طيب واحد بيساوي هيك اجتماع ما بيخبر سكرتيرته؟ وليش لحتى خبرها؟ هي المدير ولا أنا؟ مشان تعرف وين تلاقيك إذا حدا طلبك. ما بدي إياها تلاقيني، بعدين بتزعجني أثناء الاجتماع. لك لك حدا طعم السمكات. جميل لا تلف وتدور، أنا بحياتي ما سمعت اجتماع بضل من أول نهار لآخره. شو قصدي؟ عم تكذبيني؟ ولك يا عمي شو عليكي ما بتستحي؟ هلا أنا صرت كذاب وين بدي كون يعني؟ بدي كون عم تتمشاني مع شي وحدة وعامل لك إنه أنا بالمكتب وين بدي كون؟ لك وين ما كنت شي؟ وين بدي كون ها؟ جميل لا تعصي، أنا من الناحية مطمنة منك، بس مع ذلك في شي أنت مخبي علي، مالك بالعادة شو القصة؟ وأنت مالك بالعادة تتصلي فيي خمس تليفونات بالنهار، شو بدك؟ عم تراقبي حركاتي؟ وين بروح وين بجي أنا حب؟ وين ما بدي روح؟ وين ما بدي بجي؟ ما كنت شي؟ وين ما بدي بجي أنا؟ لا تعيي، أنت حر، أنا من يوم راح ما عاد أتصل فيك منيح هيك؟ إيه منيح. شو كان بدك مني؟ كان بدي ذاكرك مشان تاخد حبة الالتهاب، مشان الله تخلي على رقبتك ما تلتهي. شو صار له؟ وبعدين ما هي بدها تجنني يعني؟ لا ما رح خليها تجنني، انا بدي جننها. هي انا بدي شو بدي جننها؟ ما انا رح هي مجننها، ليش لحتى ما جن؟ هنا هنو هنا 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 هينو. نعم شبك؟ لساتك زعلانه؟ لا وانت ان شاء الله هديت. انا هديت بس اني اعصابي تعبانين هاليومين، هيك شوي تعبانين اعصابي مو بايدي. إذا تعبان بتصلك بالدكتور زياد بيجي بيداويك بيعطيك شي بيهدي. ما بدي الدكتور بطيخ أنا. ها إجا وسيم، افتحي له وخليه يفوت لعندي على الغرفة. إيه في حدا بيجي بهالوقت؟ هلا خلص خصمية وفهمي وساوي اللي عمل لك عليه، افتحي له وخليه يفوت لعندي على الغرفة، إيه أنا تعبان أنا. خلاص جميل أنا بفتح له بس ما رح فوته لهون، أنت تعبان ولازم تنام، وإذا فات وسيم لهون ما رح يخليك تنام. أنا بنبحت ها، على داري أنا بنبحت ها. خلاص خلاص رح فوته. صارت تخاف من بعدتي. كل ما ضايقتني ببحط. اهلين استاذ وسيم تفضل. شكرا. في موعد بيني وبين جميل هلا. بعرف بس هو هلا تعبان. معناتها حصل. بس انا ما تاخرت عليه. حق علي كان لازم اجي من اول معه. الله يصلحك يا مدام، الشغله بدها تروي. كل شيء بينحل بالتروي، وهلا وينه بالمستشفى؟ بغرفة النوم. بغرفة النوم؟ ايه، أنا رح دخلك هلا لعنده بس يا ريت بعد إذنك طبعاً، إنك ما تطول لأنه أعصابه تعبانة مثل ما قلت لك. حاضر حاضر ما تطول. آخ يا راسي. سلامتك يا جميل سلامتك. راسي. شو راسي؟ بشو ضربتك؟ أكيد بالكندرة. أرجيني لأشوف. ما في شيء راسي، ما في ولا جرح. أنا روحي سوينا قهوة. حاضر. ريح ريح لك رح يصير معي جلطة من أفكارك الخنفشارية. إيه خوفتني. شو صار معك؟ أكيد الخناقة كانت قوية. الله يصلحك ضروري طن لك خمس مرات ما ترد عليها يا أخي. من أول طن تاني طن رد على الطن الثالث. رد على الطن الثالث إن شاء الله يطن راسك وما يلاقوا لك دواء. أنت بتعرف بالأول شو صار؟ شو صار؟ عود لأحكي لك. هذا مو اقترحت علي إني أقرص حالي. الله لا يوفقك. مين هي اللي ممكن تضربه بالكندرة؟ ليش هيك وسيم عم يحكي؟ بعدين شو هالموعد اللي بهالوقت؟ يا اما كان يعزمه على الغدا يتغدى معنا، يا اما ياجل الموعد لبعد ما ينام ويفيق. انا ما استمت في هالموعد ابدا. يلا انا شو دخلني؟ هو ورفيقه عم يتوعدوا ولا شو لحتى انحشر بيناتهم؟ اكيد بدهم يعملوا شيء، واذا كان هالشيء بيخصني اكيد لحالهم رح يقولوا لي. ضحك لك ضحك لانه فعلا شيء بيضحك. هلا بدي اياك مشان حب الالتهاب. عجبك وانا طول الوقت مفكر انه بدي اياني لانه عم تتجسس علي. بدي تعرف وين انا وين رحت. لك يا جميل
لك نيالك، لك انت عايش بهنا. الف رجال بيتمنى يكون عندهم مرة مثل مرتك، واحدة بتخاف عليك ومأمنتك. لك مزبوط، بس كل شيء اذا زاد عن حده بينقلب لضده. هاي الحق معك فيها. وهلا شلونك؟ لساتك اعصابك تعبانه؟ لك انو اعصاب؟ ريح شباك، ريح. انو اعصاب؟ ليش بقي في عندي اعصاب؟ قلت لك ريح. ايوه شرغه وتصاصل انت، هذا اللي شاطر فيه. انا بنحم بدني وانت جيت. خليني طاري هادي عنك. يسلموا هالايدين، لحظه لاجيب لك حبه الالتهاب قبل القهوه. بعديه عني. لو عندي بعدها ما بدي اشربها. ما بيصير حبيبي، مشان رقبتك تطيب قوام. هي قرصة، لا تفكر شي تاني. لا لا بعرف انه قرصة، بس يا ترى قرصة دبور ولا نحلة من هاللي ببالي؟ يا ريتها قرصة حنش، كنت ارتحت انا. شبنا ابو طارق شبنا. يلا جميل، خذ الحبة مشان تشرب القهوة مع رفيقك، تفضل. ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. هاتي. ها. بدك تشربها. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. ها اشربوها انتو. اذا حياتي موتي على حبة التهاب ما راح اشربها. لا بدك تشربها، وبدي يجي لك ظرف ثاني كمان. لا ما بدي اشربها. لا بدك تشربها. طولوا بعدكم انا لاب خنا قدامي، خلاص ما عاد ابو طارق ماني فاضي انا، لانه عندي موعد مع ابو فراس. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. بدك تعطي بالك، ها هي قرصة نحلة ما بتطيب قوام، خاصة اذا من هذا النحل المربري. جميل لا تزعل، هلا ببعث لك طارق بيجيب لك ظرف ثاني. يا طارق اذا بشوف حبه التهاب بالبيت بنحر حالي من الوريد لعرق اللبن. لا حبيبي تقبر قلبي، لا تنحر هالقد. خليني اسالك، لمين هاي؟ هاي اليك من البارفال اللي بتحبيه. تقبر قلبي، اصل البارفال القديم رح يخلص. يسلموا ايديك. جميل. نعم. انت مو ملاحظ انه صدف كثير تكررت؟ انه صدف يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم ذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان. المعنى بيقولوا انه الصدفة اذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة. لك المعنى كملي. شو كملي؟ يعني اذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميلها. شك بشو؟ كملي. شك انه انت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات تانية. الله اكبر الله اكبر. خير بابا شو في؟ حررنا فلسطين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوفي ماما شو صار؟ مثل ما انك شايف. الله اكبر الله اكبر. شكوا 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 شكوا. الله اكبر الله اكبر. شو ما بقي غيري عاقل. الله اكبر الله اكبر قولي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ماشي الله اكبر عليهم. شكوا شكوا شكو شكو. الله اكبر الله اكبر. بالعاده يتاخر، ليش لهلا؟ معقول يطول اكثر من هيك؟ خصوص اجا. خير ام محمود، ليش عم تبكي؟ اخ يا جاري العزيز انت، اخ يا شان انت، اخ يا طيب انت، اخ يا كريم انت، اخ مسلخ. آه يا جاري يا كريم يا شاك يا أمير أنت. خلا خير إن شاء الله، بس خلصي أخ أخ خبريني. خلصت جارنا، خلصت خلصت. أنا لو بتأخ أخ من هون لبكرة ما بخلص. أحكي شو بدك؟ ما بدك تعرف بالأول ليش عم بتوخوخ. طيب ليش عم تتوخوخي؟ مريني. طلبي أنا بسيط كتير أبو طارق، وأنت قادر عليه، وانا ما راح انسى لك هالمعروف طول حياتي. من شوي انا كنت عند الدكتور وقال لي مصيبه يا ابو طارق مصيبه، لك دموعي على العرض خدودي. مصيبه يا شام يا امير يا كريم يا جاري العزيز انت، مصيبه. محمود الله يخليكي، اذا بدك تضلي تبكي هلا حاجه تبكي. احكي احكي لافهم شو بقدر ساعدك. ما راح اقصر والله ما راح اقصر. بعرف والله بعرف انك ما راح تقصر. انا لو مو معتبرتك مثل ابن عمي ما كنت فتحت لك قلبي وشكيت لك همي. احكي. دكتور القلب قال لي معك نشفان بالعروق ولازمني عمليه مشان بدله. شو بدك تبدلي؟ عروق القلب. ماشي محمود، انت فوتي هلا على شقتك وارتاحي، وبكره انا باخدك على دكتور المديريه، عندنا دكتور قلب شاطر وبشوف اذا لازمك عمليه بنعمل لك اياها. تكرم عينك.
يعني رح تعطيني مصاري مشان العملية؟ إيه ما بدنا نتأكد بالأول إذا لازمك عملية ولا لا، بعدين فرضا لا سمح الله إذا بدك عملية بنعمل لك إياها بمركز جراحة القلب مجانا، لا تكلي هم محمود. ليه عم تبكي؟ لأنه ما كان أملي فيك هيك يا كابر يا شام يا أمير يا طيب أنت يا أبو طهر. ليش بشو قصرت معك أنا؟ بدك تزتني بمستشفى الحكومة مشان موت فيها ما؟ بدي وقف على الدور أكثر من سنة بجوز موت وما يجيني دور. بهون عليك يا أمير يا شام يا كريم يا جاري العزيز يا أبو طارق إني موت وتنحرم من جيرتي. طمني ما رح تموتي. ولا إلا تعال إلا رح أعمل عمليتي برا، ما رح كلفك كتير، نص مليون بكفي. نعم شو قلتي؟ ما بكفي؟ معك حق، نص مليون ما بتعمل شي بأيام هالغلا. وبعدين ما بيضروا إذا أخذت معي شوية زيادة، رح أخذ 700,000 فرد مرة، وإذا فضل معي شوي بجيب لكم فيه هدايا. أم محمود شو قالوا لك عني؟ فاتح بغارة علي بابا أنا؟ هلأ 700,000 صار بدهم مغارة علي بابا؟ قول ما بدك تنقذني من الموت. بدك الصراحة؟ لا. لحظة بقى بخالو هالحمصة، حصتي بدي آخذها، نقال إيه ونقالها، بالرضا بالذوق بدي آخذها، شو اسمي لك عن جارته أنا؟ والباب على الباب. لحما شو دبي؟ لك بحياتي ما شفت أتقل من دمها. قال شو بدي اياني اعمل لها عملية على حسابي مشان ما تموت وانحرم من جيرتها. مين هي حبيبي؟ مين هي؟ في غيرها؟ هي اللي خايفة تقلعيها مشان ما تحكي عليكي. خيدو من هلا بتقلعيها وخليها تحكي عليكي شو ما بدها. طيب طول بالك جميل وفهمني شو القصة. الست ام محمود قال بدي اياني بعتها لبرا تعمل عملية قلب على حسابي. قلب؟ ليش يبو قلبها؟ قال رايحة لعند الدكتور وقايل لها عروق قلبها دبلانة ونشفانة وبدها تبديل. او شوف يا حبيبي اذا ساعدتها بشوية مصاري. لك منين؟ من الجارية الكبرى اللي ربحتها. الظاهر اني ما عرفت نقي حيلة مناسبة، شغلة القلب والعملية ما رح ينوبني منها ولا فرنك. اذا اخذني على الدكتور تبع مديريته رح يكتشف انه قلبي سليم وما في شي. لازم اخترع لي شي حجة تانية ما تتطلب كتير. 100,000 بالبداية ماشي حالة، بعدين ببقى بتدين من هنا 100 تانية باخدن على أساس دين، وبعدين عيش يا بديش لينبت الحشيش. ما إيه بس شو هي الحجة يا سعدية يا بنت المسعود اللي بدك تديني مشانها؟ شو هي؟ رد محمود لا ترد. ردي وليه؟ لا تردي. اكتشفت لحالي، بكرة بخلي هنا تقنعه لجوزة يديني. النسوان بتأثر على رجالها. تقبر قلبي صارت احسن، بس بتعرف لو اخذت حبه الالتهاب كنت طبت اكثر. هلا من كل عليك مفكري عم تطيب من حبه الالتهاب، ايه ما لحقت تدور بجسمي هلا اخذت الحبه. طقت روحي من الساونا. ها معلش حبيبي انت اعصابك تعبانه ولازم تقعد بالساونا، بعدين اعصابك بتشرشر شرشره. بتشرشر. جملوم؟ نعم. حبيبي انت بدي اسالك سؤال بس بتجاوبني بصراحه. تفضلي اسالي. بس ما بتعصب، بدي اياك تجاوبني بهدوء اذا بتري. وحاكم انا رح صدقك شو ما قلت لي، اذا قلت لي ايه رح صدقك، واذا قلت لي لا كمان رح صدقك. لا تهكلي هم، ما رح اعصب، اصلا اعصابي عم تشرشر بالساونا. بس انا بدي اقول لك ما بصير انت تصدقي اي شيء انا بحكيه. هو صحيح انا ما بكذب، بس احيانا الرجال بيضطر يكذب. مثلا مثال واحد، انا تاخرت بعد الظهر او رحت عندي موعد المساء. فرضا مثلا كان عندي موعد مع شي وحده حلوه وانت سالتيني وين كنت يا جميل مثلا. هو صحيح انت ما بتسالي، بس فرضا سالتيني وانا قلت لك انه كنت مع وسيم عم اتغدى انا وياه، ما بيصير تصدقيني دغري. مثلا مثال اثنين، اجيت مره على البيت طلعتي على جاكيتي لقيتي 4 شعرات شقر على القنين على الجاكيت. مثلا انت سالتيني من وين هدول يا جميل مع انك ما بتساليني. قمت انا قلت لك ماشي قدامي وحده حلوه طلع هبه هوا، قام اجوا شعراتها على كتافي علقوا 4 شعرات عليها. مثلا وقمت انت صدقتيني. مثال ثالث. هلا يا جميل ليش هالامثله اللي ما ممكن تحدث؟ انا سؤالي بسيط وواضح ورح صدقك شو ما قلت لي. هلا مو انا وانت واحد، اللي معك معي واللي معي معي قصدي معك. انت ربحت الجائزه الكبرى ولا لا؟ طبعا لا. لكن خلاص ترك ام محمود علي ودباره عندي، خليك انت بالساونا مشان تريح اعصابك.
جميل؟ نعم، شو في كمان؟ لكن ليش كنا اليوم قاعدين عم ننط ونزلغط ونقول الله أكبر الله أكبر العزة للعرب؟ لماذا؟ ليش ما حكيت لك أنا؟ لا بس ينفجر صمام الأمام ببقى بحكي لك، هلا لا تضغطي علي مشان ما اضطر اكذب وما احكي لك الحقيقة. أنا صمام أمان؟ لك صمام الأمان هلا طنجرت البريستو، طنجرت البريستو مو إلى طربوز فوق بيعمل فست فست فست، هذا اسمه صمام الأمان، بيحطوا هذا الطربوز مشان ينفجر قبل ما تنفجر الطنجرة، فهمتي علي شلون؟ إيه خلاص، معناتها أنا وأنتي متفقين. على شو؟ على إنه مفجر صمام الأمان. دخيل الله يا جميل، الواحد ما بياخذ منك لا حق ولا باطل.